واللي انا عملته دلوقتي بعمله في كل اعلان انا عايز اعمله تصميم ابداعي. سلوجان، كلمتين مهمين فيه احطهم في عمودين كده، وتحت الكلمة الاولى ادي مرادفات او كلمات شبيهة، وتحت الكلمة التانية اعمل نفس الموضوع. تعال بقى نروح لموضوع الاستبدال. ايه بقى المقصود بالاستبدال ده؟ شوف، هستبدل عنصر رئيسي بعنصر فرعي او العكس. طب يعني ايه عنصر رئيسي؟ العنصر الرئيسي اللي هو باللون الاحمر، الكلمة اللي انا اشتقتها من سلوجان، دي عنصر رئيسي. واللي بالاخضر دي بقى العناصر الفرعية او الكلمات اللي شبه الكلمة الرئيسية. فأداة الاستبدال دي بيقولك بقى ممكن تاخد كلمة ايس كريم دي تستبدلها باي حاجة من العمود التاني، بس الحاجة اللي تستبدلها تكون فرعية. فتعالى مثلا هفترض ان انا هاخد الايس كريم وبدله بالخرشوف، فهينتج عندي التصميم اللي عامل كده. الشخص ده المفروض كان ماسك الايس كريم، انا استبدلت بقى من الصورة الايس كريم وحطيت مكانها الخرشوف. ليه؟ لاني استخدمت اداة الاستبدال بدون ما اتعب نفسي في التفكير. تعال نشوف الاداة التانية اللي هي اداة الدمج. انا عندي دلوقتي هفترض ان السلوجان او الموضوع اللي بعمله الاعلان هو كده، عيد اضحى سعيد مع ماكدونالدز. قلنا هطلع من السلوجان ده الكلمتين واحط كل واحدة على رأس عمود، اللي هما عيد اضحى والناحية التانية هيبقى ماكدونالدز. هجيب مرادفات عيد الاضحى او اللي يخطر على بالي لما اسمع كلمة عيد اضحى. طيب ايه بقى اداة الدمج دي بعمل بيها ايه؟ الاداة دي بتقول ان انت لو دمجت اي عنصر من العمود الاول مع اي عنصر من العمود التاني هتطلع فكرة ابداعية، وفقا لبرنامج سكامبر. قبل ما نشوف التصميم المقترح، لو احنا اخدنا كلمة خروف من العمود الاول وخبز من العمود التاني، انا ممكن احط الخروف ما بين الشطرتين بتوع الساندويتش اللي هو الخبز، وبالتالي هطلع فكرة اعلان ابداعية. او مثلا لو اخدت عيدية من العمود الاول والكاتشب من العمود التاني، عيدية يعني فلوس، ممكن اروح حاطط الكاتشب على الفلوس اطلع فكرة ابداعية. انما في المثال ده اللي حصل دمج ما بين البطاطس وما بين دعاء العيد، فطلع الفكرة الابداعية دي. يبقى دي الاداة التانية في برنامج سكامبر اللي هي اداة الدمج. اعلان شهير جدا لكارفور بيقول ما تخليش الفاتورة تخوفك، برضو هجيب الكلمتين الفاتورة تخوفك. ايه شبه كلمة فاتورة او يخطر على بالي لما اسمع كلمة فاتورة؟ نقود، فلوس يعني، فيزا كارد، اي تي ام، كاشير، تخوفك، عفاريت، تعبان، كلب، اسد. احول بقى عنصر رئيسي الى عنصر فرعي وليكن الفاتورة الى تعبان، فينتج التصميم الابداعي ده. تعال نشوف مثال بقى اخر كده، ومش هقولك هنستخدم انهي اداة، انت اللي تقولي بقى. هفترض دلوقتي ان انا بعمل اعلان لتي اي داتا كابلات بتغطي المحروسة، ده المفروض السلوجان بتاع الشركة. يبقى انا عندي كابلات وعندي المحروسة، طبعا المحروسة مقصود بها مصر يعني. طيب كابلات ممكن يبقى ابراج، انترنت، واي فاي، اشارات. المحروسة اكيد مصر، الهرم، النيل، ابو الهول. طيب استخدم بقى انهي اداة علشان اطلع تصميم ابداعي؟ اي اداة خلي بالك، يعني مثلا ممكن اداة الدمج استخدم واي فاي مع الهرم، بحيث ان انا ممكن اعمل زي كده قمة الهرم يطلع منها علامة الواي فاي مثلا. ولكن تعال نشوف التصميم اللي اتعمل عن طريق اداة السبستيتيوت او الاستبدال. احنا قلنا الاستبدال عبارة عن استبدال عنصر رئيسي بعنصر فرعي او العكس. فاللي حصل انه تم استبدال الكابلات بشكل النيل، فطلع التصميم عامل كده. زي ما انت شايف النيل المفروض اتشال وتحط مكانه الكابلات. طب ده سبستيتيوت ولا اضبط؟ استبدال ولا تحويل؟ لان خلي بالك الكابلات اتحولت كمان الى شكل النيل. في الحقيقة هما الاتنين، الاداتين مع بعض تم استخدامهم، استبدل الكابلات بالنيل وكمان حول الكابلات الى النيل، اللي هي أداة الأضبط قلنا تحويل عنصر رئيسي إلى فرعي، الاتنين مع بعض فبرضه عمل لي التصميم الإبداعي ده. يبقى دول التلات أدوات الأولى في برنامج سكامبر اللي هما الاستبدال والدمج والتحويل أو السبستيتيوت والكومباين والأضبط. إن شاء الله في الدرس الجاي نشوف باقي الأدوات وممكن أستخدمهم إزاي.